عشرة الهكتارات من الخس أتلفت بالكامل هنا بقرية فران ببلد سفيان بولاية باتنا لأسباب كثيرة أهمها قلة مياه الساقية وغياب آليات التسويق. احنا خسرنا نشبنا وهاك تشوف في الزيت وكل راحت من الماء ما كانش والسوق ما كانش راهم لهنا راهم في 2021 ولا فايته لهنايا اللي صرت لهم هكا. توجدد ولاش المشتري قلان هاتيا وين؟ المشتريين ولا ولاش ولاش غرنا السوق ذا قلان يثبت السوق القرود وقلان السلطه ومشترينا داسنا تزرن قاعد ناقصن وامان وقلان تروح تفلسن غوكل. من بعد لجل من ولاش هو مشتري ولاش ما تحسنك. تحسن نسب الإنتاج على مدار السنة خلق الفائض في المنتوج الذي يصطدم بعراقيل التسويق ليكون مطلب الفلاحين اهتمام المعنيين بهذه الشعبة. عاد كي تكون بزاف يعني عادي ما يجيش يشري كسر الاسعار، هو كي يشريها مثلا يشريها بلاش يروح يبيعها ب 6000 7000 في الطابله، يعني كيما صرا في الشهر الكريم رمضان هذا، حنا الطايش عندنا وفي السوق دير 10000 الكيلو، يعني كارثه، ما كانش راك تشوف يعني راك تصور فيها كيما راك تشوف. الاشكال الثالث يعني السعر تاع الكهرباء رانا نسلكوا بزاف بزاف بزاف. يعني نورمالمون الدوله والله تشوف لنا الانتاج، يعني هذا هو الثروه الحقيقيه للجزائر هذه هي. للإشارة فإن بعض الفلاحين لجأوا إلى حرث مساحات شاسعة كانت مخصصة لزراعة الخس وآخرون حولوها لمراعي للمواشي، فإنتاج الخس ميدان وجدوا فيه الخسارة الكبيرة دون تحقيق فائض الأرباح فيه.